بس لازم يدوق اكلك من ايدك البصل. سندوتشات الكبده الاسكندراني، كبده عصافير متقطعه، معانا توم، معانا طحينه، معلقه فلفله حلوه، معانا مكعبين من الزبده، شويه زيت، شويه بقدونس حلوين، ممكن تحط خيار مخلل مع الساندوتش، تحط بطاطس مقليه، ده كلها اضافات مالناش دعوه بيها. تعال اعمل لنا الكبده العصافير اسكندراني، هتعملها ازاي يا مغازي؟ اول حاجه هنحط الزيت على الطاسه كده ونسيبه يتقدح يسخن، وناخدها على جنب كده، حلو الكلام. وناخد الكبده بتاعتنا نحضرها. المقادير شفناها يا شباب، حلو قوي. ادي الكبده، بسم الله الرحمن الرحيم. حط لي بقدونس، مش عارف ليه، شيل ده كده وناخد الكبده دي بالفلفل بتاعها. الله، دي مش عايزها. دايما بيسالونا على السوشيال ميديا الكبده الاسكندراني تتعمل ازاي. روح اسكندريه وانت تاكلها. الكبده الاسكندراني بسيطه خالص، هي كل القصه في تقطيعها. البعض بيسلق الكبده ويعملها، البعض بيقطعها عصافير بالشكل ده كده، عصافير يعني رفيعه، حلو الكلام. ونحط عليها التوبنج بتاعها، حلو الكلام، يعني الخلطه بتاعتها اللي هي عباره عن معلقه خل، شويه كمون، شويه شطه، شويه توم، البهارات بتاعتنا، الحاجات دي كلها تتحط على الكبده دلوقتي. بجد يا شيف؟ تعالوا نشوفه مع بعض. فلفل، بابريكا، شويه كمون. انا بعملها كده. وخلي بالك الرجاله لما بيخشوا المطبخ شطار في اعمال الكبد. جايه منين الشطاره دي؟ لما بنذبح في الاعياد، العيد الكبير، ربنا يزيدكم يا رب. كل واحد بيشطر بقى، يجي باخد الكبده اول حاجه اعملها كده تبقى فطار الصبح، حلو الكلام. بحط شويه كزبره، حلو. الطاسه هنا بتسخن فيها زيت، حط شويه خل، كل ده على الكبده ونقلبهم مع بعض. واخد بالي والله العظيم، انا عارف انك مركز معايا، بقول لي ما حطيتش توم. اهو اهو اهو، بيعجبني التركيز ده. ونقلب كل ده مع بعض يا عم الشيف. الله، تعملي سندوتشات اسكندراني. تركية بقى هنا معلقتين الطحينه اللي هنحطهم على الكبده، بس مش دلوقتي. شفت الكبده قلبتها مع التوابل مع التوم مع الخل، كل ده مع بعض. مع الفلفل الحار. والفلفل الحار اسالي الاول، اختياري. طاسه اخبارها ايه؟ تسخن جامد. زي الفل. ونوسع كده علشان عايزين نغرف البصاره بتاعتنا واحنا شغالين مع بعض كده واحده واحده. عايز اغرف جاط كبير، سيرفيس كبير من البصاره. معلقه فلفله حلوه عايز احطها هنا بصراحه. دي هريسه حلوه بحطها على الكبده. كل واحد بيعمل الكبده بطريقته بقى، يعني انا عملتها كده، ممكن تعملها احسن مني على فكره. حلو كده. بصل؟ لا لا، مش هحط لها بصل انا. البعض يحب يحط لها بصل، انا مش عايز احط لها بصل. اختياري برضه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد يا فاروق. حلو. شفت الحلاوه دي؟ الله، هي دي هي دي. لازم الكبده تنزل في طاسه سخنه. اوعي في حياتك تحمري كبده في طاسه بارده، هتفقدي 50% و60% من القيمه الغذائيه بتاعتها، من الدم بتاعها واللطافه بتاعتها، والكبده تبقى معاكي مفتله وتفت. خلي بالك لازم الكبده يبقى فيها جوسي كده، تقطم معاك وتبقى طريه. لازم تستوي على جريلا سخنه، عشان كده اخواننا الحبايبنا اللي بيسترزقوا تلاقي عربيه الكبده فيها الطاسه وفيها درجه الحراره سخنه جاهزه. الكبده استوت خلاص. ما بتاخدش وقت كبير على النار، فيها كل الطعم وفيها كل حاجه. التركايه بتاعتنا، اللهم صل على النبي. نعمل ايه بقى كده؟ نوسع كده ونحط معلقه طحينه صغيره. طعم بقى، سيبيهم على النار كده زي ما هم. ونحط في قلب الطحينه دي يا عم الشيف معلقه فلفله حلوه. تركايه بقى، اعملها كده، اعملها كده وجربي. حلو الكلام. ونحط شويه كمون ونسيبهم شويه، ما نقلبش دلوقتي،
ونوسع كده عشان عايزين نعمل سندوتشات كبده تكفي الاولاد والجيران والحبايب. ابني عازم صحابه النهارده وقايل لهم ماما عامله سندوتشات كبده اسكندراني حكايه، وعامله البابا بساره. فالست دي ديمقراطيه، عامله الاكل اللي بيحبوه الاولاد والاكل اللي بتحبه اللي بيحبه جوزها. حلو الكلام؟ اه. نروق الدنيا كده، جيب سيركيس حلو. دايما العيش الفينو بيتفتح بسكينه مشرشره او سكينه منشار عشان اللقمه ما تتهريش منك. اللهم صل على النبي. سيركيس زي ده كده، اللهم صل على النبي. نعم، ب10 جنيه. ليك انت ب20 جنيه عشان اديت معلومه. بيقول لي نحط على البصاره بدل الميه شوربه فراخه ولحمه. يا نهار ابيض. والله العظيم مشاهدين دلوقتي بيضحكوا، خلي بالك كل حته. فاش عشان كده بنقول دايما تبقى الحدوته بتاعتنا والحكايه بتاعتنا واللطافه بتاعتنا لما نقعد مع اولادنا نعلمهم حتى لو مش عاملين الاكله. شفنا الشيف المغازي بيعملها مثلا واحنا مش هنعملها. انتوا عارفين البصاره دي يا اولاد كانت ماما الله يرحمها تعملها كذا. عارفين الرز المعمر ده يا اولاد كنا نشم ريحته من على اول الشارع. عارفين الفطير المشلت ده يا اولاد نقعد ناكل فيه شهر، وهكذا. يوم الاولاد يتاسسوا ويركزوا مع الزمن الجميل والذكريات الجميله للاهالي وبعضيها والجد والاب والام وهكذا. كبده جاهزه، حط شويه ميه مغليه. اللهم صل على النبي. ميه، اه حط ميه بس خلاص. انا بعملها كده، انا حاطط طحينه. عايز السندوتش يبقى فيه جوس كده وطعم، خلي بالك. اه اه شفت ازاي بديك اسرار؟ الاسرار دي بفلوس. معلومات. شفت بس زي كده فيها طعم ازاي؟ تلاقي السندوتش فيه كده بهريز اللقمه الفينو متغمسه، خلي بالك. معلقه طحينه هي اللي بتقلب كيان السندوتش. تعالوا نعبي السندوتشات دي بقى مع بعض. عندك بطاطس مقليه، اهلا وسهلا. عندك شويه خضره، طماطم زي البعض بيحبها كده يعني. انا شخصيا بحب السندوتش من غير اي حاجه. حلو، نعمل السندوتش بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. البصاره خليها مخرجنا الله يوفاك. جيب لي قبل من ساعه ما اشترينا الفول ده من عند الراجل العطار او اللي بيبيع العطاره لغايه لما بقى في الطبق ده. مرحله كبيره، مشوار، بس مشوار سهل، في خبره طهويه وفي تركايه وفي كل حاجه حلوه. الله، اخد شويه بهريز بقى من الطحينه وميه الكبده وتوابل الكبده. الف انا وشفا للي ياكل. طبعا عملت السندوتشات دي علشان الاعتراض هيبقى على البصاره. يا اولاد لازم ناكل لقمه من هنا ونجرب، ولو سمعت كلامي ما تعمليش الكبده. عوديهم ياكلوا اللي جاهز اللي موجود. انا بحب اشيل اللبابه بتاعت العيش على فكره. والله حتى مدام لما تعمل لي سندوتشات ما تخليش في اللقمه لبابه خالص. اللبابه اللي هي ايه؟ الدقيق الابيض اللي جوه ده، سواء جبنه رومي سواء كبده. يوم السندوتش ياخد كتير، بس طبعا بتاع المحل مش هيعملها دي. ده لو حطينا الحله كلها في قلب السندوتش مش هتداني يا عمتي، خلي بالك. والله انت عايز بقى 2 كيلو كبده عشان تعمل سندوتشين. فطبعا مش لازم الموضوع اللبابه ده هيخسر معانا. كبده اسكندراني. هعمل دلوقتي كمان طبق سلطه خضراء حلو. السلطه دي بقى ايه؟ سلطه الطماطم، طماطم مخلله، عباره عن طماطم. نشوف مقاديرها عشان نخش عليها على طول، لان عدل السفره دي شويه بتنجان مخللين، طماطم مخلله. بلاش الطرش تشتريه، خلي بالك. جاي علينا الشهر الكريم، كل عام وحضراتكم بخير. هنشوف مفاجآت باذن الله على شاشه القناه الاولى. من دلوقتي جهزوا الخيار المخلل، شويه ليمون، شويه ليمون مع اصفر، الحاجات دي كلها. ما انصحكيش تشتري المخلل من بره. غالي رخيص ماليش دعوه انا بقى.
هتتحكمي في الملوحه بتاعته، محلول الملح اللي هو خل وملح وميه، حابه تحط فص ثوم مع التخليل، قرن فلفل حار، عود روزماري في قلب الخيار كده يديكي طعم الخيار الحلو، الحاجات الحلوه دي كده. ولو في وقت باذن الله تعالى معانا هنعمل حلقه مخللات كده ايه قبل الشهر الكريم. السندوتش ده بتاعك يا دوحه كبير مليان، خد الباقي كله، واخر لقمه واخر كبده في الحله، مرزه اهو. شفت مليان ها؟ بطرخ. بس خلاص. اللهم صل على النبي. حلو، عملنا سندوتشات الكبده. كبده فيها توم كتير يا شيف، وريحه توم ورايح الشغل بتاعي. واعمل ايه انا بقى؟ الناس تشم ريحه بقي ريحه توم، اعمل ايه؟ هقول لك تعملي ايه؟ وفري على نفسك نعناع الاخضر ده، ورقتين نعناع اخضر بعد كل سندوتش. هتدعي لي. بس الموضوع في ايدك اهو. ورقه نعناع خضرة حلوه كده ونعناع بلدي. والبلدي يوكل.